ازدادت المخاوف الإسرائيلية في الصراعات الأخيرة بتغيير التمثيل الديموغرافي في البلاد، تزامنا مع صدور إحصاءات جديدة تظهر توازنا ديموغرافيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. أحد الأركان التي أقيمت عليها إسرائيل هو التمثيل الديموغرافي، أي أن يكون التعداد السكاني لليهود أعلى من التعداد السكاني للفلسطينيين، وهذا الركن بات هاجساً لها في السنوات الأخيرة. فكفة الفلسطينيين تكاد أن تكون موازية لكفة الإسرائيليين وفق آخر الإحصاءات، إذ بلغ عدد الفلسطينيين أكثر من 5,500,000، يقيم ثلثهم في قطاع غزة، ويقدر عدد الفلسطينيين داخل حدود 1948 بأكثر من 2,000,000، فيما يقدر عدد اليهود في إسرائيل ومستوطنة الضفة الغربية بنحو 7,200,000. أرقام صادمة تعزز مخاوف ذكرها تقرير نشره الكنيسة الإسرائيلي عام 2018، حذر فيه مسؤولون من تساوي عدد السكان اليهود والعرب بين نهر الأردن والبحر بحلول عام 2065، مشيرا إلى أن عدد السكان قد يبلغ حين 30,000,000 نسمة، نصفهم يهود والنصف الآخر فلسطينيون. قال حينها عضو الكنيسة نحمان شاي عن المعسكر الصهيوني إن الوضع الجيوستراتيجي والتغيرات المتوقعة يجب أن تقلق كل واحد منا، وهذه يجب أن تكون القاعدة للتخطيط الاستراتيجي متوازن وطويل الأمد. بعد 5 أعوام على مقولته، وصل عدد قتل العرب داخل مناطق 48 لعام 2023 لوحده 322 قتيل، أما في الضفة الغربية وغزة فتجاوز عدد القتلى 22,400 قتيل، وهي النسبة الأعلى منذ نكبة عام 1948. الأمم المتحدة نشرت تقرير تصف فيه الحرب في قطاع غزة بالإبادة الجماعية وتصعيد لعملية محو الفلسطينيين، عدا عن سياسة الاقتحامات الممنهجة في الضفة التي غالبا ما تخلف ضحايا من الفلسطينيين، فيما تصف في جمعيات حقوقية ما يجري لفلسطينيي الداخل بالتقاعس الممنهج من قبل الحكومة الإسرائيلية في عدم كبحها لجماح الجريمة. أحلام عثمان، المشهد، القدس.